لو امتلكت آلة الزمن، ما هو الزمن الذي ستفضل أن تعيش فيه؟ أي زمن بتختار؟ زمن الفراعنة. ليه الزمن ده؟ كانوا دولة منضبطة وبيعملوا كل حاجة ومتظبطين وناس كويسين وناس حلوين. أي شخصية أنت بتختار؟ رمسيس. رمسيس طبعا، ملك رمسيس، لأنه حكم 40 سنة ودائما منتصر. لو كنت شخصية في فيلم، ما هي الشخصية اللي بتختارها؟ الإسكندر الأكبر. كل الشخصيات اللي فيها عظمة. أنا مثلت الشخصيات التاريخية العالمية دي كلها. أختار الإسكندر الأكبر. طيب. ليه؟ لأن كان الأستاذ اللي بدرس له أرسطو. بص بقى لما يبقى القائد وراءه، وهذا الفكر العميق والكبير. أمال أمال إيه؟ أمال دي إيه دخلك إيه ولها أمال؟ والله ما عارف إيه الكلمات هي اللي أمال إيه الكلمات اللي بتزعجك وبتحسها مش مفهومة؟ قد تكون ترك، زي مثلا ما أقول لك إيه، أنت مالك كده واد عامل لي زي تور الله فرسيمو. إيه تور الله؟ أنت واد كده مالي عامل لك كده زي تور الله فرسيمو؟ هو ربنا عنده تور؟ لا. أمال إيه؟ لكن هم تعودوا يقولوا الجملة كده على السرعة. السرعة. لكن هي الأصل بقى ثور لاهن في برسيمه، يعني طور ملهي في البرسيم. خلاص ده الأصل. احنا بقى اللهم صل على النبي نحب نقلد غلط. مالك يا ولد كده عامل زي تقول الله برسيم كده وبتتفهم بس هطل. زي مثلا لو ما سكتش هكسر لك رقبتك على صدرك. ما انت كسرته خلاص، بركي يبكي رقبته يعني، ما هتقع بقى ايه على صدرك، ما هتقع. فتلاقي جمل فيها هرتله كتير، ودلوقتي الهرتله جميع بقت قاموس عندنا. خاصة يمكن لجيل الشباب أكتر. وبيهرتلوا ليه؟ وليه ما يطلعوش ناس يعلموهم اللغة وقيمتها؟ ده لغة القرآن هي اللغة العربية، لغة الضاد. ليه ما تبقاش اللغة العالمية في العالم؟ ليه ما دافعناش عنها بحيث تبقى هي لغة الكمبيوتر؟ طيب